ريميكس ابو الشو زايم ميكانيكال فان. في كل حتة شفنا قايب والحاضر اللي بلغ الغايب يتمشى الحكاية ربي وابنه في الدنيا خايب وعيون الناس شفنا يا مدل وناس ما بلاش دين يا ابن حل مرة حلوة استنى بكرة انا ابوك عمري ما قلتك عمري ما الدم ما يبقى مية عمري ما الدم ما يبقى مية سافرت يا بابا من اللي شفته القريب والغريب سألته اشتغلت انت واحد انا ألفي طلع عيني في بلدي حاسس اني بغربة ناس في سنة وانا عايش في تربة الزفة دي يا بدي تبقى عيشة عشان فقيل انا بكيشة عايز اشتغل من اوعى تعايرني باللي في جيبي كفايه اني انا كبرتك وطلعت خايب وما اقول نصيبي وطلعت خايب وما اقول نصيبي يابا عمري ما كنت خايب اما انت يابا ورث سايب كل كلمه ليا بقولها طلعني فيها يابا عايب خليني اهلي حاضرين عليا ماليش غيرك في الدنيا دي يابا فهمني ما تجيش عليا يابا الدنيا تلف بيا يابا الدنيا تلف بيا يا ابني انا مهما عايش هسيبك هيجي يوم مش هتلاقيني سافرت ليه وبعدت عني الغريب مش هيراعيني الغريب مش هيراعيني يا ابدا انت على قد حالك شهاد رغيب مصاريف عيالك ليه بقى كل كلمة بقولها تيجي عليا ويزيد عنابك جبته لسه بتصرف عليا العيب يا ابا ما كانش فيا اشتغلت وكترت ديوني الدنيا يا ابا هي هي صايع عشان ماليش شغلانة عايش بس انت بألف خانة اشتغلت في ألف حاجة فيش فلوس ما فيش نهاية سافرت يا ابا مش عايز اسيبك هيجي يوم عرف وجيلك وتقول انك اهو بقى حاجة وشلت روح رجليك وشيلك وشلت روح رجليك وشيلك وشلت روح رجليك وشيلك هخش في التوزيع علامة ماركة لكل المرجوية عدى الصغير قال اغني المهرجان والشعب غية ميكانيكا الفن خش عليا حلفلة توصل العالمية والستنا دي من وحي قلمه من كلمة حسام بشرية من كلمة حسام بشرية السر لو عايز تتصيد مدفع اساسي في الاغنية مدفع اساسي في الاغنية ريميكس ابو الشو زايم ميكانيكال فان